من امام قبر الحاج محمود العربي. طبعا زي ما حضراتكم شايفين حلقه ذكر الاطفال في القريه اللي جمعهم في مشهد ملائكي جميل جدا لقراءه القران على روح الحاج محمود العربي بعد دقائق من دفن الحاج محمود العربي. مشهد جميل جدا، العشرات من الاطفال من ابناء القريه يتواجدون هنا في امام مدفن الحاج محمود العربي يتلون القران، اطفال من كافه الاعمار. يعني قرروا ان هم يعملوا ختمه القران الكريم على روح الحاج محمود العربي. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. يعني أصوات ملائكية ويعني مواقف لا يراها شخص إلا ويبكي. يعني الأطفال، حتى الأطفال بيعزوا بيقرأوا قرآن للحاج محمود العربي. شايفين الأطفال يعني سن سنتين وثلاث سنين وأربع سنين ماسكين المصاحف وقرروا إن هم يقرأوا القرآن ويختموه على روح الحاج محمود العربي. حزن هنا بيسيطر على كل شيء في القرية، قرية أبو رقبة بركة الأسماء. حتى الأطفال يعني الذين لم يلتقوا به ولم يعرفوه معرفة جيدة، ولكنهم يعني زي ما كانوا بيقولوا هنا في البلد خيره على الجميع، خيره على الكل حتى الأطفال. يعني بنتكلم عن عشرات الآلاف من العمال اللي شغالين من محافظة المنوفية ومن قريته. الناس هنا بيحبوه بشكل مش طبيعي، محبوب من الكبير والصغير. يعني رحمة الله عليه، يعني مشهد لو حضراتكم شفتوه من بعيد يعني مشهد عظيم. يعني أقل ما يقال عليه
مشهد عظيم لو الكادر يبين عدد الطلاب وعدد الأطفال اللي بيقرأوا القرآن في الختمة دي العظيمة أمام مدفن الحاج محمود العربي. يعني احنا موجودين امام مدفن وموجودين في الحديقه المواجهه ليه مباشره. الحزن بيخيم على الجميع، الجميع هنا متواجد، الجميع يمسك في يديه المصحف ويقرا القران. يعني قرروا ان هم يعملوا ختمه كامله لقراءه القران الكريم على روح الحاج محمود العربي، رحم الله الحاج محمود العربي واسكنه فسيح جناته.